سفينة عمرها أكتر من 30 سنة موجودة في قاع واحد من بحار بلاد الحرمين أطلقوا عليها اسم تايتانيك السعودية، فجأة اختفت من على سطح المياه عشان يكون القاع مستقرها الأخير. حجمها الضخم ومكان تواجدها كان لغز كبير على مر السنين، ورغم محاولات إنقاذها إلا أن القدر اختار أنها تفضل تحت سطح بحر الشعيبة السعودي. يا ترى إيه حكاية السفينة دي وسر غرقها، وليه قالوا عليها تايتانيك السعودية، وكمان إيه علاقتها بحجاج بيت الله الحرام؟ كل ده وأكتر هتعرفه في الفيديو ده من 5 بالعربي. سفينة الفهد المهجورة أو تايتانيك السعودية، سفينة غرقت من حوالي 30 سنة في بحر الشعيبة في مدينة بحرة التابعة لمنطقة مكة المكرمة، وهي سفينة ضخمة وشبه سفينة تايتانيك الشهيرة في حجمها وشكلها، عشان كده أطلقوا عليها تايتانيك السعودية، خصوصا أن مصير السفينتين كان واحد. مدينة بحرة زمان كانت محطة للحجاج، وتعتبر أول منطقة يمر بها طريق معبد في المملكة العربية السعودية، وموجودة ما بين الطريق الواصل ما بين مكة المكرمة وجدة، عشان كده كان الحجاج سنويا بيمروا عليها. والشعيبة يعتبر ميناء سعودي تاريخي موجود على شواطئ البحر الأحمر، وكان هو الميناء الرئيسي لمكة المكرمة في الجاهلية وفي عصر صدر الإسلام. الشعيبة حاليا تعتبر واحدة من أهم المراكز الاقتصادية في المملكة، لأنها بتضم أكبر مراكز لتحلية المياه في منطقة الشرق الأوسط، واللي بتغذي منطقة مكة المكرمة بالمياه والكهرباء اللازمة ليها. في ساحل الشعيبة موجود موقع مميز اسمه مقبرة السفن القديمة، والموقع ده يعتبر من أهم المواقع اللي بيروحها محبي المغامرة والغموض بسبب سفينة الفهد الغارقة، واللي حطامها بيستقر هناك، وتعتبر من أهم أسرار المنطقة اللي كل المغامرين بيحاولوا يوصلوا ليها. سفينة الفهد كانت ضخمة جدا، وكانت تشبه لحد كبير سفينة تايتانيك الشهيرة، واللي غرقت برضه وتعتبر سر من أسرار العالم. الفهد غرقت من حوالي 33 سنة، ورجعت تتصدر الترند بسبب بعض الصور اللي نشرها مصور سعودي ليها والموقع غرقها، واللي أثارت جدل واسع بالرواد مواقع التواصل الاجتماعي، وفضلوا يسألوا عن سبب غرقها. الصور المنشورة أظهرت سفينة الفهد المهجورة واللي غرقت تحت مياه البحر الأحمر، وما زالت على جنبها من 33 سنة مع سفن تانية في الميناء اللي أطلقوا عليه مقبرة السفن، وده لأن السفن اللي بترسوا فيه سواء خرجت من الخدمة أو السفن اللي بتمر من هناك بس ما بتقدرش تخرج منه مرة تانية، وده بسبب اصطدامها بالشعاب المرجانية الموجودة هناك، واللي بتتسبب في أعطال وتكسير وغرق السفن. الإعلام المحلي السعودي أصدر تقرير عن السفينة فهد، وعرض الصور اللي التقطها المصور السعودي، لكنه ما أعلنش عن الجهة المالكة للسفينة ولا استخدامها، سواء كانت بتستخدم في نقل الركاب أو البضائع. وشواطئ مدينة الشعيبة بتتميز بأثرها وكنوزها الثمينة في قاع البحر، وكانت هي الميناء الرئيسي لمدينة مكة المكرمة في العصر الجاهلي قبل ما يتم نقل الميناء لمحافظة جدة.